في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الغرب كله فيه يعني تسامح اللي ما عندناش احنا، لان احنا عنصريين. الفخ نستعرفوا بروحنا عنصريين، احنا ما نعرفوش التسامح، احنا جهويين، احنا الله قال يهودي ولا مسيحي يترشح في بلدية ولا يجي قاضي صبابا أبا في الماريكان عايليكم شوفوا كمسلمة. ماشي في كاين حدنا هكذا بنشوفو في فرنسا لنا مسؤول اللي يوصل منصب مسؤولية كي يتكلم يحاول يتجنب انه مسلم ولا يتكلم قال انا راه قبلوني كمسلم، لا كلمت كمسلمة وقالت السلام عليكم وقالت ما انا راني فخورة بيني نكون هنا بعد ما عدت القسم، وقالت لازم الاجيال القادمه تعرف باللي نقدروا نعيشوا يعني في تسامح وما كاش يعني حكايه تاع الدين وتاع كذا. هذه امريكا، لوريف امريكا، هذا هو الحلم الامريكي. لانه كانوا بكري يقول لك انه المساواه موجوده في الاتحاد السوفيتي في الدول الاشتراكيه في المعسكر الشيوعي، وانه المعسكر الغربي وامريكا وكذا عنصريين فيهم كذا فيهم كذا. اليوم شوفوا العكس، شوفوا العكس. في بريطانيا عندك مير مسلم تاع لندن، رئيس بلديه لندن مسلم، وكما شفنا المره اللي فاتت وزير اول في اسكتلندا مسلم. واليوم يعني انه المسلمين ماهوش مضطهدين في الغرب، بينما في بلدانهم مضطهدين، في بلدانهم مضطهدين. نعم داير لما داروا الفوت في 91 في الجزائر اغلبيه اسلاميين، حتى ما يكونوا واش يكونوا، مانيش ندافع على الاسلام ماني في سيستم، وانما غلبك في الفوت نحبسوها ونديروها حرب أهلية مات فيها 250,000 جزائري، أكثر من اللي ماتوا في فوق الثورة. 250,000 جزائري يعني ما همش رادين السلاح، 400,000 كانوا رادين السلاح، ولكن أغلبية وخلينا من اللي قتلوا كل اللي للاخر ناصر الجن وجبار مهنا وبو لحيا جاو قتمهم بدم بارد. ولاو جزائريين فتنا بيناتهم، هذاك اسلاموي هذاك ديمقراطي هذاك كنا. انا دي عشتها لما جيت فرنسا، صحف كي يتصلوا بيا باش نخدم معاهم باش نكتب، يلزمني سواء انك ضد الاسلاميين سواء ضد الديمقراطيين. قال لا انا مانيش، انا نقول مراهم النظام هذا راه متفاهم مع الاسلاميين، ما كان لا ديمقراطيين ولا اسلاميين، كاين شعب وكاين نظام حاكم، نظام تاع عسكر فرنسا معكبت عليه في لا مافيا دي جينيرو، يعني ما كاش تاع حتى انا درت حوار في نوفيل اوبسيرفاتور قعدت 3 شهور باش خرج
غير ليليزي دخل، ليليزي دخل جون دانيال قال ما تنشرش وكذا، ومن بعد كابرو كي راح جون دانيال لتونس باش نشروا لي الموضوع الحوار تاع حوار خمس صفحات وداروني على على اون كوفرتور وكذا، بس قلت لهم ما كانش اسلاميين وما كانش ديمقراطيين، كاين نظام تاع عسكر وهاوليك الكابيني نوار مديت الاسماء هادو هما اللي نوضوا الشعب الجزائري ياكل في بعضها، سينو ما كانش باقي. للاسف هذه هي الجزائر، هذه الجزائر، الجزائر عصابه قاعده تسيطر عليها، عصابه تاع السراقين، والسرقه تبداها من تحت للفوق، يعني راهي السرقه حتى عند وزاره ولتحت. الله اكبر، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.